القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. اعتراف الإرهابي محمد عبد الرحمن حبوش بأنه دفع 200,000 ليرة سورية للإرهابي أحمد المليح مقابل إطلاق النار على المتظاهرين في منطقة دوما بريف دمشق لتأجيج الوضع وإلقاء التهم جزافا عبر محطات جاهزة وتنتظر. اسمي محمد عبد الرحمن حبوش من دوما، عمري مواليد 74، ومقيم بدوما بحي عبد الرؤوف. أنا بشتغل بالبناء، بمخالفات البناء وتجارة البناء وكافة أعمال البناء. فخلال هالفترة هي اللي مرقت علينا من المظاهرات تنشط شغلي وزاد دخلي كبير، يعني صار لي دخل أكبر من أول بكثير، لأنه دخل صار في عندنا مخالفات كبيرة. فمن خلال هالشيء هذا اللي ظهر، يعني انتفعت منه وصرت عم بشتغل فيه، خطرت لي انه ادخل، يعني ضلني هالمظاهرات متابعه ما توقف ابدا ابدا. فعرضت على احمد المنيح يكون هو عديلي انه، وحالته ضعيفه الماديه وعنده هيك، من خلال انه بعرف انه عنده باروده وعنده كذا وحالته الماديه ضعيفه، عرضت عليه انه اذا بتقوم بال يعني بإطلاق النار على المتظاهرين إن شاء الله ما توقف المظاهرات ونضلنا نحن عم نشتغل ويدخل علينا مصاري. أي فعرضت عليه، قال لي أول شيء قلت له ليش لا تسألني، بدك يعني بدك تطلق النار، بدك ما بدك في غيرك. فعرضت عليه مبلغ يعني معين، هو 200,000 ليرة وقبل. من شي شهر ونص تقريبا شافني أبو محروس الحبوش، قال لي أحوالك كتير باينة تعبانة، شو رأيك تأخذ لك شي 200,000 تحسن وضعك؟ قلت له مقابل شو 200,000؟ قال بتقوس على المتظاهرين. قلت له إيه ما في مشكلة، بتقبضين المصاري؟ قال إيه. كم يوم دق لي قال بينك أنت تلو بدوما، قال لي تعال على ساحة الشهداء. رحت لهنيك لقيته على الطريق، أعطاني المبلغ وراح هو. أربع خمس أيام صار يوم الجمعة، صليت بجامع التوحيد، ركبت المثوب ورحت على ساحة الغنم. في حيط قعدت وراه شوي كي واستنيت شي 10 دقائق، ولا جاي المتظاهرين، سمعت ضجة يعني جايين المتظاهرين عم ينادوا حرية حرية كلياتهم. حطيت طلخة بالبارودة، هي كسر البارودة 12 تبع الصيد، وانا حاطط سلوك كنت، اطلقت باتجاههم اول طلقة كسرتها، حطيت الثانية واطلقت عليهم. قمت حسيتهم انه وقع شيء، انه خافوا وركضوا عكس الاتجاه، ركبت الموتور وحربت انا. وآمن شي شهر ونص بإطلاق النار على المظاهرة، وأصيب في يعني أكثر من شخص، وكان من بيناتهم واحد من بيت الصيداوي على حد علمي أنه مات. السبت المساء رحت أصلي العشاء بجامع التوحيد، ولا حاطين نعوة أنه مقتول ابن الصيداوي. قلت والله هذا انقتل مبارح، معناته كاتبين أنه بساحة الغنم انقتل. أنا كل مشكلتي أنه يعني خلال هالقنوات اللي كنت اسمعها وهالشي اللي كان زي معي والمصاري كلها، ولقيت انه كل شغلة لا بترضي لا الله ولا العبد ولا بجوز، وكله كان خطأ بحق نفسي وولادي واهل بلدي. يخططون لكل شيء ولا تردعهم حرمة بيوت الله التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. عبدالله أبا زيد شاهد العيان الملك يخطط مع طارق في قطر عن كيفية تدمير المساجد ومحاولات النيل من سمعة الجيش والدولة. ألو ألو ألو. نعم نعم معك. هلا هلا سلامات. يا راح دونك شو طمنا؟ والله يا ابن حلال بعدها قايمة. شو في قصف شيء؟ هذا الخبر أسلع خبر الجزيرة مشان نحكي على القناة، خلينا ندق عليه. أسلع جبير يا أسلع النشر الخاصة عندنا بالحارة، خزانات المي تبع الشرب، خزانات المي تبع الشرب ضربوها برصاص. يعني حشيت مع الجزيرة يعني على بداية الساعة. وبالنسبة للبيوت بفوتوا على البيوت؟ لا مش قادرين نفوتوا على البيوت، لا ترجع كلام يعني. أصلا ما في اسمع، البيوت ما في حدا، ما يستوف يعني. شو ما في حدا أخي داري مليانة. أوكي يا أخي اسمع علي خلص، ما البيوت ما فاتوا عليها الحمد لله. الشباب وضعهم تمام، الثوار وضعهم تمام. تمام. وشي برفع الراس، هذا إنا اللي عم تسمعوا. ايه الكو؟ هذا اللي إنا نعم. فيني اشتغل معكم؟
لا هي ابو طرد. الله يقويك والله. اسمع اقول لك شغله، انا بس هذا كلامي بين واحد تليفونات اللي على القناص ناس والله رفع عنا كلهم واقفين على الطوق ماشي. القناصه انها معنا اسمع بالبلد اكثرهم الغالب معنا اللي على المساجد انها هذول، بس احنا على التلفزيون عم نقول شيء ثاني. المدارس اسمع المدرسه الشباب قصفوها بالاربجي، احنا قلنا هم ضربوها دبابات. الله يرفع علمكم. لا في قسم فلو مش فلو عبد الحرام ذبحوا، وفي قسم بعدهم مش مشكله ان شاء الله لما محرقتهم اليوم بدنا نحرق عليهم ان شاء الله كريم يا زلمه. الليله ان شاء الله نحرقهم فيها حرق باذن الله. قصدي الانشقاق اللي مع اللي انشق معكم كثير طارق. اقول لك شغله انت تفشل منها بالخبر، احنا يعني كان صحيح ولا كذب؟ هذا الخبر لبت الجيش العربي السوري كله، وسوريا كلها بتسولف فيه. مظبوط. اسمع صوت الرصاص يغني. احنا طبعا بنحكي بنقول شوفوا اسمعوا ذبحونا وكذا، مش مشكله ولا يهمك، احنا ان شاء الله ما بنقصر على الاعلام كمان. شوي والجزيره بتحكي معك. يلا خلي ضروري دق علي ضروري. ولا يهمك الجزيره والبي بي سي الله معك. على الله. السلام عليكم. اتكل على الله. سلامات. يلا سلامات. الإذاعات قاعدة بتصور من الأردن من الجبال العالية من الرمثة. شو ميزنتين؟ طيب خير. أيان قيت المحاميد والثاني قيت البقر، قيت جامع بلال كويس كثير. لا اقصفوهم ربنا بيسامح ونرجع من عمرها. المهم اسمع، حاولوا انه اصحاب من خلوهم ينزلوا تحتوا صفوا فوق، واكبر عدد ممكن طلعوا دواليب ويطلعوا دخنة اكبر عدد، لانه قاعدين بيصوروا هسه. انت قاعد تصلنا صورها. يلا وحاولوا تخبرني المساء. الو خلوني شلونك؟ سامعك انت؟ اسمع يطلع يوصل لعند جماعه لهون بدقوا لنا، لانه عشان الناس قاعد تصور فيه بالغلط، مشان ننسق مع العالم عشان نوزع. بس هو بدو على عبد الله، بس دوق على عبد الله انت. هاك احكي للوضع هون بضمن، يعني بنوزع بمام بدنا نعرف باي منطقه المحشوكين فيها مثلا نعرف شلون نشتغل فيها. عشان بدكم قدر الامكان يعني تسرعوا، لانه الامور ماكله خرا عندنا هون. في نقص رهيب عندنا. بدنا الاربجيه الجباري هذول اهم شيء اسمع، بدنا ننزل المآذن ننزلهم. ماشي؟ ما خطط له عبد الله أبا زيد وطارق نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة في دير الزور، إذا نتا جامع عثمان بن عفان وجامع آخر فخختهما هذه المجموعات، فسقطت إحداهما وبقيت الثانية صامدة، لكن قنوات التحريض والعدوان على سوريا بادرت فورا إلى إلصاق التهمة بالجيش العربي السوري الذي لم يدخل المدينة إلا لملاحقة تلك المجموعات التي روعت المواطنين وقطعت الطرق وخربت الممتلكات العامة والخاصة. وكل الخبراء قالوا إن التفجير كان من الداخل وليس نتيجة قصف مدفعي أو غيره. المقابر الكذبة في درعا نعود إليها لنبين كيف جرت هذه المسرحية، أو بتخطيط وتدبير من حسان أبو صلوع الملقب أبو علاء وصاحب شريحة هاتفية يمنية، وفي مرحلة ثانية بين محمد الشرع ومتحدث من شريحة هاتفية سعودية. نترك لكم الحكم على تمثيل أبو علاء وزملائه. تحياتي مع الو أبو علاء بدي اياك شوف الدكتور نزلت شو اسمه مش موجود بالبيت، بدك تاخذهن على بيت ثاني. بيت مين؟ اي بدك تاخذهن على بيت ثاني، بيت ابو عبد الله العامري. ابو عبد الله العامري عرفته؟ ابو عبد الله العامري خلص شو هم راح يفوتون؟ ها؟ المكان اللي كنتوا تروحوا عليه، تذكرتوا المكان اللي كنتوا تروحوا عليه تبع الشرق؟ ابو عبد الله العامري. ايوه في جنبيه بيت باب اخضر، يدقوا الباب هذا ويعطوه لل جنبه باب اخضر. خلص توكل على الله ولا يهمك. ان شاء الله يا رب الله يوفقه. يا علاء هي هاي المجزره حقيقيه ولا انتم مثلينها؟
احنا مثلناها بس 30 مليون بالمليون. شو على كيفك؟ ها؟ 100% يا زلمة، مدفونين بالتراب وراسهم بالتراب والقمر نظامي يا زلمة. والله حاطة فوقية تراك التراب القوارب، دبلونا موتونا. شو الوضع امبارح قول لي؟ تمام تمام، بس المقبرة التصوير مش زيادة. ها؟ اليوم تناقشنا قلت له شيخ وفي شيخ ثاني. في شغلة بعد، في شغلة عمو زبطها صح، راح يزبطوها الشباب. انتوا اشتغلوا حتى وانتوا واثقين، ما تقول لحدا ولا تقول لي انت خلاص. في صور قيادة حياة محمد، في صور قيادة حياة محمد هو مقوس ومقطع فيديو يمكن بعثناها على الفيسبوك راح انت. يا ريتك قلت لانك ما بعثت. ان شاء الله بيصير. هل بعث اكو على يجي هذا شو اسمه برجع له من جدي لا يجي، بس جولي مضبوط لا يجي بس مضبوط. بسيطة، انت بس غير مكانك لو لك مكان واحد. لا لا راح اغير بس المداخلات، يعني كتبونا ورقة امبارح انا قلت له شو اسمه مشان ما تنسى شغلة او تكون مجهز للاسئلة او ما هو انا يعني مجهز ورقة انا اساس ما اطلعش امبارح المجزرة المقبرة هاي شلون ماني مجهز ورقة. شو صار يسني؟ صار يسني صوت هذا شي بالحوراني احسن احسن احسن، خليه بالحوراني احسن. اي 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 ما عندي مشكلة على اللغة، لا 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 احكي حكيه وقول له انت يعني. هو احيانا في مذيعين بيفكر الصنمين وانخل بعيدات 300 400 كيلو يعني ينشرح، ومش كل انت العرعور الله يحفظه احيانا شو بتلاقيه بيسألك بتفكر انت انه هو ولدك بس يعني يستفز او يعرف شو عنده يعني صرت تعرف اسلوبه. عرفت شلون؟ بعرف لا اسلوب بعرف. اخذت رقم مجاهد، على كل حال رقم مجاهد معي طيب رقمه ممتاز. قال اي شيء خبرني على كل حال. خلص انا اي شيء بدك اعمل يعني جاهز. في بكره في صوره بتنزل، فيديو بكره بدها تنزل العالم كله. شو هي؟ قول له شو هي؟ شو هي؟ عم خط لسولاف راحوا شباب اشتغلوا بيكتبوا على الجامع الصفر العظيم جامع بيساعد. فهم شو بيكتبوا عليه؟ عبابو يكتب عليه كازينو الشبيحه، افهم شو نساوي؟ فهم شلون؟ بيكتب عليه بشار حميها. بدنا نطلعها بكره على الوصال نقول له هذا التصوير بينخل، شوف الشبيحه شو عم بيساوي. بدنا نقوم الاتهام كله. شو رايك؟ يا اخي عم بتغمقوا كثير. اليوم اجتمعنا مع الشباب اليوم نمر منطقة هاي كلها، اتفقنا على صيغة اليوم انه في رأي واحد كلياتنا انه لا حوار لا كذا هاي المنطقة هاي، وانه المظاهرات نقوم حكومة واحدة كله سوا يقوم. اليوم ردينا بعثنا جهاز ثاني واذا هذا بنبعثه على نمر يعني حسب ما يوصل. نمر ما اجاك اي خبر؟ نمر الامور هاي فاتوها ولا في اي اعتقالات ولا في اي شيء بنمر، بس ما وصلش الجهاز يعني. ما احنا عم نحاول نكسر المراسلين ده ندوشهم ان شاء الله. هو هيك هو هيك هو هيك يعني، بس شوف انا حالي بخطر مضبوط. بقول تم اغتيال محمد الشرع، بطلع واحد ثاني بقول مات محمد استشهد محمد الشرع، في 100,000 محمد الشرع. فهم شو بصير؟ هيدا السلسله بدنا نفوتهم بالحيط ان شاء الله. الله يحميك يا رب.